يا اهلا وسهلا. تفضل ارتاح. مدام ريمشي ناطرتك. لحظه لعيط لك. تفضل ارتاح. أهلا وسهلا. بعتذر إني جبتك لهون، بس أنا كثير متضايقة وبحاجة إني أحكي مع حدا. لا أبدا أبدا، أنت مرات المرحوم أخويا، أمانة في رقبتي. تفضل اقعد. إنما إيه التغيير ده؟ شكلك بقى حاجة تانية خالص عن الأول. هيك أحلى ولا أبشع؟ أكيد أنت عارفة أحلى بكتير. حبيت أهتم بحالي شوي، قلت بركي بتتغير نفسيتي. شلحت الأسود مثل ما وعدت كامل قبل ما يموت. برافو برافو، الحياة لازم تستمر. شو هاللقاء الرايق والحلو؟ شو بيختلف عن هديك المرة؟ ما تفكرينيش، أنا آسف. ما تتأسف، بفهمك. بالنهاية أنا بنت انحبست بتهمة الدعارة، بعرف إنه هيدا الشيء صعب على بي إنه يتقبله، إنه ابن ينغرم ببنت صار معها هيك شيء، خاصة إنه زواجي من كامل كان صار بطريقة غريبة وبيدعي للتساؤلات. بس يمكن أنت أكتر واحد بتعرف ليش كامل عمل هيك. أنت أكتر واحد بتعرف الحقيقة، بتعرف حقيقتي مزبوط. أنت اللي بتعرف ليش أهلي ضربوني لما أنا طلعت على الضيعة. خالد ما بيعرف. خالد مفكر إنه أهلي ضربوني لأنه بدي أتجوز رجال كبير بالعمر. أنت وكامل بس بتعرفوا شو في جواتي. كامل ميت الله يرحمه، بعد في أنت. يا ريت بتعطيني فرصة إنه أحكي معك، بركي برتاح. تعبانة كتير، تعبانة وبحاجة لحدا يريحني. أشرف، فيني أقول لك أشرف ولا أستاذ؟ يا ريت. طبعا طبعا. الله يرحمه.
يا جماعة إذا بتريدوا ظهروا لنحممه. لشو بدكم تحمموه؟ بدنا نضيف مثل الثلج. انت نظيف يا بيي، انت ماما كلام بابا مظبوط، سعد ده لا هو خطيب خلود ولا حاجه، يعني ما يصحش لما موجودين هناك. انا رايحه كرمال بنتي، ميت حاطينه بالبيت وخلود مش معود على هيك شوفات، بدي يكون حدا. وهي ايه اللي موديها من دلوقتي؟ ما تروح تعذب الليل وخلاص، وبعدين دي صيدلانيه يعني واخده على الحاجات دي. بدك تروح معي او لا؟ حاضر يا ماما هروح معاكي، بس استناكي تحت. اتفضلي. متشكره. من بنت فقيرة عايشة بضيعة صغيرة ما بتعرف غير إنها بتحب ميكانيسيان، مش بايسة حتى بوسي وحدة. لبنت محبوسة ببلد تاني بتهمة الدعارة، وبعدين لعروس لكم يوم، وبعدين أرملة. جوزي مات وأمي حبيبة قلبي ماتت، صديقة عمري ماتت، وأهل ضيعتي كلهم نكروني. أنا ما بقى عندي حدا، كنت عم استأنس شوي برفقة خالد، لما انت جيت وهددتني قلت لي اني ابعد عنه، ما عرفت حالي شو بدي اعمل غير اني اكون وحيده. لا لا لا، انا ما كنتش عايز اهددك ولا حاجه، انا بس كنت خايف ان خالد يتعلق بيكي اكتر من كده. ده طبعا ما ينفعش، انت مهما كان كنت مرات كامل. وفكرك انه كل واحد تعلق فيه أنا بكون حضرت له جاهزة؟ لا، مش المهم مين يتعلق فيي أشرف، المهم أنا بمين أتعلق، وأنا صعب كتير أني أتعلق بحدا، عرفت كيف؟ آه طبعاً طبعاً، صعب أنك أنت تتعلقي. على فكرة أنا شطبت على الشباب اللي بعمر خالد، من بعد ردة فعل خطيبة وخيي اكتشفت انه الشباب صغار تافهين، مالهم معنى، قلبهم قاسي. بس كامل كان غير، كامل كان بجنن، عاطفته وذكاه ونضجه. انا ولا مرة تعاملت مع رجال بعمرك أو بعمر كامل. بيي مات وكنت صغيرة كتير، وأمي هي اللي ربتنا، ربتنا أنا وأخواتي. يمكن مشان هيك حبيت أحكي معك، مع أنك قسيت علي شوي، بس أنا متأكدة متأكدة إنك رجال ناضج. بعتذر، أخذنا الحكي ونسيت أسألك شو بتحب تشرب. لا لا ولا حاجة، أنا بس عايزك تحكي لي بالتفصيل عن القضية اللي تتورطت فيها دي، عايزك تحكي لي على كل حاجة. يا ترى أنت تعرفي حد من اللي كان السبب إنه يورطك في القضية دي؟ أبداً، هون بلبنان ابدا. بمصر في ست اسمها هند، هي بوقتها ساعدتنا لحتى تهربنا انا وسها، وسها بعدها بتشوفها لهلا. بس ما بعتقد انه هيدي الست متورطه كتير.
بس في شخص إذا بشوفه أكيد بتذكره كتير منيح. كان اسمه زكي. القصة كلها صارت مع الست نجيبة. نجيبة هي مديرة المعمل اللي كنت أشتغل فيه. نجيبة هي اللي كانت عم تشجعنا لنسافر، وهي اللي كانت عم تتفق مع الرجال لما إجا يطلب البنات من المعمل. رجل مين؟ ما بتذكر اسمه، حتى شكله ما بتذكره، بس نجيبة أكيد بتعرفه كتير منيح. حرام نجيبة هي ما كانت عارفة بكل هالقصة، هي بس كانت عم تحاول تساعدنا. وبعدين هي خلصتني من خيي وخطيبي لما كانوا بدهم يقتلوني. حرام نجيبة، عم بتضل واقفة حدي، عم بتكون مثل أمي. حسيتها على طول محملة ضميرة لكل هالشي اللي صار. احكي لي اللي حصل بالتفصيل. هيدي خلود، بطل الراديو. حاضر. بطل شقاوة يا ولد، بطل الراديو. اهو. ما معقول هيدا خيك نمرة. شو خلود؟ شو بك؟ ايه؟ خلص روقي. اوكي؟ هلا عشية بنلتقى وبنحكي. تبع حالك بنتي. الله يساعد العالم. كوى ورجع، ما رح اروح بقى انا. ليه؟ دفنوه للزلمة. لحقوا؟ تصور انه ما اخذوه على المستشفى حتى. الله يساعد العالم. طب بقول لك يا ماما، هو انت وراكي حاجه دلوقتي؟ لا، ليش؟ يعني كنت بقول يعني لو ممكن اروح انا وانت ريم البيت نزورها، يعني عشان نعمل واجب العزم. انه انت هلا صرت تهمك الوجبات؟ لما طالع بالك تشوفها لرمي؟ لا طبعا، انا بس عشان نبقى عملنا الواجب يعني. بتعرف؟ لا خليها لغير مره. لا عن جد مش عم بمزح، انا اليوم شوي بالي مشغول على خيانتك. خلود ما عجبني ابدا صوتها على التليفون. كمان هديك تاني لين شغلت لي بالي كثير، وحده خوطة. هيك طالع بالي كمان الليله، ما بعرف، بنجتمع كلنا سوا نحتفل بشركتك الجديده. يا انت طلعتي مشغوله قوي يا ماما، والله ربنا يكون في عونك، ده انت يا دوب تلحقي. اقول لك على حاجه، انزلي انزلي عشان تروحي من الطرفه. كل ده عشان بقول لك نروح نزور ريم. حكي على الراديو. ياه، الوقت جري بسرعة قوي، ما حسيتش بيه. حقك علي، ضيعت لك وقتك بخبرياتي. اوعي تقولي كده، بالعكس أنا مبسوط قوي، بس في الحقيقة لازم أمشي لأن مرتبط بمعاد مهم، معاد شغل، وبعدين لازم اتعشى معهم في البيت قبل ما اسافر بكره. ميرسي كتير اشرف، ما بتعرف قديش ريحتني. طيب حنستك خليك مرتاحه، انا عارف. سلمى، نعم ست ريم، حضروا لي السيارة بسرعة. حاضر. زياد،
شو بدك سياد؟ أنا قلت يعني جايز صاحبتك بعتلك عربية غلط المرة دي. فوت زياد فوت. شكلك خارجة مش كده؟ ليك زياد كلمتين ورد غطاهم. أنا عندي قصة وقصتي صعبة وبشعة كتير، فبتمنى إنه ليلة امبارح تضلها ذكرى حلوة لاتنيناتنا. أوكي؟ طيب أنا عايز أعرف القصة. ما في داعي، مش رح تصدقها. طيب جربين. شباك شباك سرحان. ايه شو بدك؟ قول انت تغزى. ما بدك مغربيه؟ ستنا مو بعتتهم. ايه بتوفر. خلاص خلود، صار لك وقت ما وصلت انت وعم تبكي، هلقيت بتحبي لبي ولا سعد؟ ما بعرفه ماما، مش شايفته، بس اللي صار اليوم عدد كتير بزعل. شكلك حضرتي معهم لحظات صعبة أوي النهاردة. في أسهل من انك تشوف انسان مات واهله ما كانوا قادرين ياخدوه على المستشفى او حتى ياخدوه عند حكيم كرمال يفحصه. تعرفي اللي قربوا موعد الدفن كرمال ما يتركوه بالبيت، مرته وبناته عطلانين هم العزاء انه وين وكيف، اذا بحطوه بالبيت كرمال يوفروا اجار الصاله او بحطوه بالصاله. عم بيعطلوا هم اشياء مثل البن والمي والسكر. عم تتخيلي هيك فقر ماما؟ عم تتخيلي عن جد؟ كثير هيك كثير. واحد الله الله يساعد العالم. وفي ناس اضرب من هيك يا خلود، بس انت كمان منك بعيده عن هالاجواء. يا ما مخبرتيني انه في ناس بيجوا لعندك على الصيدليه ما معهم حق الدواء. بعرف بعرف ماما، بس هلا كثير غير. شي كتير بخوف عن جد مثل الكابوس. هو فعلا اللي بيسمع غير اللي بيشوف يا حبيبتي. انا عارف ان في ناس كتير عايشه في الفقر وفي الحرمان وفي الجوع، بس ربنا سبحانه وتعالى عادل، اكيد معوضهم او هيعوضهم بحاجات تانية كتير، زي الصحه مثلا. اللي ساعات تلاقي واحد غني جدا ومعاه فلوس كتير وما عندوش صحه، هتعمل له ايه الفلوس؟ ولا هيقدر يستمتع بيها. طبعا الناس اللي كانوا موجودين النهارده من جيرانه او عيلته ما حسوش باللي انت حسيتي بيه ده. الغني بيموت ورا باب العنايه، واهله بيكونوا من تاني مال من الباب زعلانين بس بعاد. الفقير بيموت بين ايدين اهله قدام الاولاد والاطفال. خلود، هذا اللي عم تشوفيه هي حياتك المستقبليه اذا اصريتي على سعد، وإذا هو أصر على عزة نفسه ورفض المساعدة. فيك تعيشي هيدي الحياة؟ فيك تعيشي هيدا الواقع المخيف؟ شو خالو؟ ما بعرف ما بعرف. أنا طلع على الأوضة. هلا بتروق. وستلين وينها؟ حكيتها نحية عن صاحبتها، جاي على العشاء. أنا لازم أمشي. ما رح تتعشى معنا؟ لا، عزمتني دولي على العشاء. أيوة 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 عم. جعنا نحن ودولي. أنت عارفة إنه ما بحياتنا كنا لحتى نرجع. صديقتي دولي. يلا باي. الله معك خيي. بقولك يا ماما، خالي ده غريب قوي، عمري في حياتي ما شفته مستقر على واحده. بعدين تحس انه هو غامض كده، زي ما يكون مخبي حاجه عن الدنيا كلها. مش عارف ده هيطلع رزق عصابه ده ولا ايه.
لو اخبارك. الله يساعده، عنده مشاكل. هو في حد في البيت ده ما عندوش مشاكل؟ عاد انت ايه بدي احكي انا وياك عن ريم. رجع لك يا ست الكل، قلبك ابيض زي الفل. معقول؟ يا ارتحت؟ سمعت القصة، صار فيك تفل وما ترجع اذا بتريد. كان لازم تبقى اقوى من كده وما توصليش للي وصلتي له ده. ليك زياد، اسمعني كتير منيح، انت سألتني وانا جاوبتك وانتهى الموضوع هون. اذا بتريد لا بدي لا نصايحك ولا وعظات منك، اوكي؟ بدي اياك تفل لانه انا تعبت، والله العظيم تعبت. انا رح فوت نام بهالوقت، بديك انت تكون فليت وما بقى ترجع، لانه انا مش ناقصني لا وجع راس ولا وجع قلب ولا سميت بدن. وليه ما قبلتيش امبارح؟ ليش اقولك؟ يمكن عشان ما كنتيش عايزاني. فل زياد، فل. فاللي بدي يدفع على هالمغربيه كتير طيبين. ليه مش عم تاكلي؟ ما إلي نفس. شفتي وجع الضمير شو مأذي؟ كل الاوجاع إلها دواء ما عدا وجع الضمير. حل عني رشيد. انتبهي نجيبه، اللي عم تعمله ريم بيقدر يسبب مآسي وجرائم كتيره، وانت مش ناقصك بعد تتسببي بجرائم جديده. وانا شو خصني باللي عم تعمله ريم هلا حتى اتسبب بجرائم؟ هلا كل ما صار ضربه سخنه بالصين بكون انا مسؤوله عنها؟ انت مذنبه نجيبه، وكل مذنب الا ما يدفع الثمن، يمكن بطريقه غير مباشره بس رح تدفع الثمن نجيبه. ولك اسكت! شو هالانسان انت؟ شو هالانسان الناكر الجميل؟ انا بخدمك وانت عامل لي مثل البومه، تحكيني ليل نهار كأنك ضميري. مش ناقصني رشيد، مش ناقصني. هلا عم تخدميني وتربحيني جميله انت؟ بشرفك رشيد، طلع من راسي ما إلي جلادتك. هلا عم تربحيني جميله انك عم تخدميني؟ ايه عم بخدمك، ولا هيدي كمان مش شايف لي اياها؟ خدمتيني لحتى تريحي ضميري، ولانك انت السبب بالحادثه اللي صار لي، مثل ما عم تخدمي ريم وبعدك عم تخدميها لانك انت السبب اللي صار لهم، لمي ولسوا ولريم. اسكت، عم بقول لك اسكت. عم ساعدك لاني منيحه، لاني معتبرتك مثل خيي، ولاني كل عمري بساعد الناس. انت بحياتك ما ساعدتي حدا، لو كان فيك خير ما كنت اتفقتي مع العصابه لحتى تودي من ورا ظهري البنات على التعتير اللي راحوا عليه. قلت لك ما كنت عارف انه في تهمه دعاره. اكيد انت قابضه يا ست نجيبه، ليش بدهم يقبضوك لو ما كانوا عارفين؟ ليه بدهم يسطروا عليكي؟ ليه بدك تخبي الكونتريات من قدامهم تخليني يشوفهم؟ انا بعرف ليش. لانه هيدا اللي اسمه احسان، احسان اللي جرب يقتلني الي انا كمان، قال لك انه الكونتريات ملغومين، ما تخلي حدا بيفهم يقريه. لك اسكت! اسكت ما بقى بدي اسمع، اسكت! كل اللي ماتوا دمهم برقبتي، واللي راح يموتوا كمان دمهم راح يكون برقبتي. اذا بدك تريحي ضميرك بتروح تخبر الشرطه باللي صار، وبتعطيهم اسامي العصابة اللي بتعرفيهم وبترتاحي. بدك تخلص مني؟ إذا رحت عند البوليس بيحبسوني. اكذبي وما تقولي إنك قابضة، أصلاً ما في دليل إنك قابضة منهم. وإذا زمطت من البوليس ما رح أقدر أزمط منهم، بيقتلوني. هودي عصابة زعران، طالما رح يبقوا فالتين طالما رح يقتلونا كلنا سوا. بتحل عني بقى، أنا طالعة شم شوية هوا ضيق نفسي. Thank you.
لا لبستي بيجامتك بديك تنامي؟ مش انتو منعتوني اني اظهر؟ ايه مزبوط، منعناكي تظهري لحتى تتعشي معنا، بيك حابب انه نتعشى كلنا سوا الليله. مش حذوقه. ليكي لين، اوعى تقللي من احترام بيك، فاهمه؟ خليه هو يحترمني بالاول لحتى احترمه. بس هو بيك وانا بنته. شو؟ سكتت مبين. يعمل واجباته معي كبي، بعمل واجباتي معه كبنت. بس نحن عيلة، وبين العيلة الوحدة ما في واجبات. لا، في مشاعر وأحاسيس. وينني؟ وينني المشاعر والأحاسيس ماما؟ من أول ما خلقت وأنا عم ببكي لأني عم بودع البابا، عم ببكي لأني مشتاقة للبابا ولخيي اللي أخدوا من نحن وصغار بلا ما يفكر نحن شو رح نحس. نحن أخواته اللي منحبه. بيي بيي عمل لي مرض كان يخليني ابكي كل الليل وما نام لأني خايفة. تعرفي من شو؟ خايفة يجي وياخد خلود وصير أنا لحالي. كمان كنت خاف إنه أنت يصير لك شيء أو تحبي حدا تاني وتتجوزيه وتتركينا. كل يوم بيروح عند الأيتام بيزورهم وبيعطف عليهم. يا خيي حسبنا مش ولادك، حسبنا أيتام وتع عطوف علينا بس شوي. مش عم تقسي على بيك أكتر من اللزوم؟ صحيح بيك شغله صعب وظروف شغله مخليته يكون بعيد عنا، بس ما في مثل قلبه، حنون كتير علينا، ما مأثر علينا بشي. روحي شوفي غير بنات. ما المصيبة اني شفت. احلى شي عندي وقت وحده من اصحابي تعزمنا على بيتها واما تبقى عامله فتوش وفريت نقعد كلنا قدام التلفزيون بيكون بيا قاعد معنا. صحيح انه ما معه مصاري مثل البابا، بس هيدا الشيء ولا مره منعنا انه ننبسط ونضحك. مشتاقه ماما له القصص. بنطر البابا شهر واكثر كرمال شوفه، وبس شوفه منتخانق دغري، صح ولا لا؟ شو؟ سكتتي؟ ما عندك شي تقولي؟ لين على فكرة بقى لين عندها حق في كل الكلام اللي قالته. معها حق بقسم كبير من اللي قالته، بس انه عم تقسى عبي اكثر من اللزوم. اشرف عنده شخصيه غريبه، بس انه الواحد لازم يفهمها لحتى يفهم تصرفاته. ده الكلام اللي انت بتقوله لي من وانا طفل صغير، وده اللي خلاني احب بابا قوي وما ازعلش منه من اي حاجه اعملها. بس لين غيري وغيرك يا ماما. لين محتاجه تحس بباباها جنبها، محتاجه تحس بحنانه وبعطفه، وده اللي محسسها بالنقص. النهارده اتغديت معاها وسبتها تتكلم وقعدت اسمع فيها. كانت بتكلمني كده بألغاز عشان ما اعرفش هي مالها بالظبط.
معرفش اي حاجه عنها، بس اللي فهمته من كلامها يفسر حالتها النفسيه اللي هي موجوده فيها دي وتصرفاتها الغلط. دي محتاجه اهتمام كبير قوي مننا يا ماما. مرق من حبات نجيبة امتى سمعت صريخ، قربت على الباب لقيت عركتهي ورشيد، وفهمت من الحديث انه نجيبة متورطة مع العصابة اللي اخدت البنات. شو؟ ايه حتى قبضة مصاري ومضحك عليهم وعلينا وحتى على استاذ رشيد، والحادث اللي صار مع رشيد هذا مش حادث طبيعي، هذا حادث مفتعل من العصابة كانوا بدون يروحوه. شو عم تحكي ابراهيم؟ انت عارف شو عم تقول؟ هيدي خبرية خطيرة كتير. وانا قلت اذا نروح عند نجيبة ونزركها يمكن تقلب بدريم وتصير معنا، وهيك بيبقى المحل والبيت لإلك. وين نجيبة هلا؟ ظهرت من البيت عم تتمشى. مش مشكلة، ننطرها تترجع ومنحكي قدام الأستاذ العظيم. ما هو تعرض للموت وشي بخوفه أكتر منها. رحيم خبرية بتجنن، بس اوعى تجيب سيرة قدام ريم، فاهم؟ ليش؟ بدون ما تسألني ليش، بعدين بخبرك. رح فوت غير تياب وبرجع، أوكي؟ بتقولي مثل ما عم بقول لك، ريم كانت مع الاستاذ خالد بالمطعم. عرفتك؟ هلا هي عنت حالها مش مذكرتني، بس اكيد عرفتني. ولما لقيتها في المطعم ما سبتش المطعم ومشيت بسرعه ليه؟ ما لحقتش يا باشا. ايه القرف ده؟ اقولك بتقول شي للاستاذ خالد؟ لا ما اظنش. لو قالته يبقى لازم تقول له انه قبض عليها قضيه دعاره، وهي مش معقول هتكشف نفسها قدامه. بس انا بقول انه ضروري ننتبه منها. اه الفريق كانت بتلعب عليها النهارده. لا انا بلعت الطعم. طب يا ريم وماله؟ نلعب مع بعض بقى ونشوف اللي يكسب يفضل. قبل ما انسى، الست اللي كانت بتشتغل في المعمل بتاع بيروت ده، الحكاية المنيلة بتاعتنا اللي فاتت دي، مش اسمها نجيبة برضه؟ اسمها نجيبة بهجي؟ الست دي خطرة أوي علينا. حضرتك بس سامع عنها شي؟ بتعرف شي؟ انت بتسأل كتير قوي ليه؟ صراحة هذه المرة كان عنا مشكلة معها. في قرابتها بالمعمل اكتشف القصة كلها وكان مقرر يفضحنا، بس أنا جربت روحه بالضبط من الحادث وعدني أنه بسكر تمه. أنا ما يهمنيش حد الست دي. الست دي خطر، على اتصال بالبنات لما رجعوا. أنا عايزك تقفل بقها، تخليها ما تنطقش، بس من غير دم يا حسين. ولا يهمك يا باشا، الست دي مشكلتي أنا وأنا بحبها معها. طيب حدا جيب لي السيارة.
مين؟ ليه ما عم تفتحي نجيبة؟ يلا يلا خليك، أنا بفتح. مين؟ أنا إبراهيم ست نجيبة. خير؟ كل الخير يا طير. شو بدك أنت؟ ما تخافوا، مش جاي خنقهم، جاي قلكن كلمتين ورد غطاهم. قبل شوي كنا جايين نعملكن زيارة أنا وإبراهيم، فسمعنا صريخكن واصل لبرا. مش بس سمعنا، سجلنا على السيلولير كمان. سجلنا اعتراف الست نانو يلي مورطة بالقصة كلها مع زلمة اسمه إحسان. شو يا ست نانو؟ يا ما خلف السواهي دواهي. قبضتي مصاري ووديت البنات يموتوا هيك؟ فشرت فشرت. ليكو لي الدليل بإيدي، اللي مثلك بدهن إعدام، بدهن شنق. وإذا حدا بيقرب على البيت أو على المحل اللي عندي ليشحطني لبرا، بفضح القصة بدقيقتين، ما بتلاقي حالك إلا معلقة على حبل المشنقة. أوكي يا سمسارة؟ بقول لك شغلة؟ قبل ما يطلع الضو، بتوقفي عملية الشري مع اللي اسمه ريم. وإلا ما راح تكونوا مبسوطين، لا أنت ولا هو. أوكي يا نجوبة؟ شفتي؟ قلت لك ما رح تمر على خير.